دعاء لو قلته لن تترك الصلاة ولن تجمع صلاة مع صلاة. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. إن الصلاة هي عماد الدين، فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. فلا تحلو حياة المسلم إلا بالصلاة، وإذا تركها كانت عيشته كلها هم وحزن. فهي ملاذ المسلم المحب لربه، إذا أحس بضيق أسرع إلى الصلاة ليناجي رب العالمين، ويشعر بعدها براحة وطمأنينة لم يشعر بها قط. وهناك الكثير من الأشخاص الذين يتكاسلون عن الصلاة ولا يصلونها في الميعاد، بل ويجمع الصلوات مع بعضها، وهذا شيء خطير جدا يجب الانتباه إليه ومراجعة أنفسنا. والمحافظة على الصلاة في أوقاتها، وحين يؤذن المؤذن الصلاة نترك أي شيء مهما كان ونقف بين يدي المولى عز وجل. وهناك دعاء إذا دعوناها بكل صدق ويقين سوف نحافظ على الصلوات كلها في أوقاتها ولن نتركها أبدا. الدعاء يقول: يا مقلب القلوب ثبت الصلاة في قلبي، يا مقلب القلوب ثبت الصلاة في قلبي. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.